فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما المراد بقول عائشة رضي الله عنها بحاقنتي؟ المراد في حجرها، المراد في حجرها، والحاقنة هي ما بين الترقوتين، الحاقنة ما بين الترقوتين. نعم. وقيل الحاقنة المعدة، قيل الحاقنة المعدة. نعم. والذاقنة الذقن، مكان الذقن. نعم. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي ورأسه في حجرها. نعم.